متابعين حلقتنا معكم، وبأربعة تشرين الثاني بينطلق معرض الكتاب الفرانكوفوني ببيروت بالبيال. لإعلان عن فعاليات المعرض ودور النشر المشاركة، تم بمؤتمر صحافي ببنك البحر المتوسط بكليمونسو، وكل التفاصيل منتبعها سوا بهالتقرير. الدورة 24 لمعرض الكتاب الفرنكوفوني في بيروت ستبصر النور من 4 إلى 12 نوفمبر. أكثر من 200 كاتب وحوالي 50 مكتبة ومساحة خاصة للأطفال رح ياخدوا مكانهم بقاعة البيال لحوالي أسبوع. وزارة الثقافة بتشجع كل المبادرات يلي بتصب لمصلحة لبنان، ومعرض الكتاب الفرنسي من خلال النشاطات العديدة من تشجيع الكتاب وتشجيع التلاميذ على القراءة هو بصلب اهتمامات وزارتنا. وهو ثالث أكبر معرض للكتاب الفرنكوفوني في العالم بعد باريس وكندا. نستقبل في 2017 أكثر من 200 كاتب. سالون دو ليفر هالسنة هو استكمال لسالون دو ليفر اللي صار له 24 سنة عم بيصير بلبنان، بشكل نقلة كل سنة بالنسبة للتنوع الحضاري والثقافي والاجتماعي بلبنان. تم الإعلان على تفاصيل المعرض ضمن مؤتمر صحفي انعقد بقاعة مبنى بنك البحر المتوسط فرع كليمونسو. وهالسنة بيحمل المعرض رسالة تكريمية إلى روح الكاتب والصحافي والمفكر السياسي سمير فرنجية. سمير فرنجية اللي بلش قبل ما يكون سياسي وكاتب، بلش انطلقت مسيرته عنا بجريدة الأوريون عام 1970. فعنا عدة نشاطات حوال كتابه حوال حياته. مساحة مهمة على الصعيد الثقافي والفكري رح تشهدها بيروت خلال افتتاح المعرض يلي أصبح محطة سنوية منتظرة للقراء والكتاب المشاركين. هالسنة كمان عم نكمل معهم، لأن منشاركهم مش بس اللغة، منشاركهم أكثر من اللغة. نحن منشاركهم القيم يلي موجودة بهالسالون دو ليفر فرانكوفون. منتابع حلقتنا، لبنان عم بيثبت يوم بعد يوم غناء بالمواهب والطاقات جوال جلسة وقدرة أبنائه على الخلق والإبداع. ابتكار لبناني جديد بعالم تقنيات الإضاءة سجلوا ابن مدينة صيدا باختراع لمبة لاسلكية، إنجاز قد يشكل بالمستقبل القريب ثورة بعالم تكنولوجيا الإضاءة. اختراع مع وقف التنفيذ بانتظار اهتمام المعنيين بالدولة اللبنانية. تقرير لزميلنا خالد أبو شقرة. بأدوات بسيطة وقدرة إبداعية كبيرة، توصل اللبناني طارق نسب إلى اختراع فريد من نوعه، لمبة مضاءة معلقة بالهواء من دون أي اتصال سلكي. الاختراع على أهميته له أهداف مستقبلية أهم بكتير، وهو بحسب المخترع مقدمة لثورة بعالم الإضاءة الذكية. الأفكار موجودة وكل الحاجة إلى ممول ودعم مادي لكي تبصر النور. هلأ كفكرة تجارية بدنا نحطها كديكوريشن كهالمرحلة، وفي إلى مرحلة تانية إنه بدل ما نستخدم هيدا الحديدة هون، هيدي طريقتها غير عن اللمبات التقليدية، ففينا نحط هيك الضوء الظهري. هيدا خربت بشيلها وبدل وحدة تانية، وتصنيع هيدا كتير رخيص. والفكرة اللي حطيتها براسي إنه كيف أعمل الإضاءة المنزلية وايرلس. من حوالي السنة ولليوم لم يستفزها الاختراع الدولة، ولم يدفع أي مسؤول للبحث عن جدواه التقنية والإبداعية، ذلك رغم نيله براءة اختراع واستعداد صاحبه للتعاون بهدف تحويله لمنتج نهائي يسوق بلبنان والعالم.
أمر بحسب المواطنين بديهي جدا ببلد تعود على تهجير الطاقات المبدعة وترك الخارج الاستفادة منها وتوظيفها لمصلحته. لأنه هم ما في دولة صراحة، يعني الدولة غايبة، ما في واجبات للدولة تجاه الناس هولي اللي بيخترعوا الشباب. دول تاني بيحتضنوهم وبنموهم وبيفتحوا لهم مصالح وبشغلوهم، بس احنا ما في عندنا. هلا مع الاسف انه اكيد بيكون مصيرهم السفر، الدوله ما عم تهتم فيهم، وبدليل انه ما حدا عم بيضل بلبنان، يعني دغري عم يطلع لهم عروضات وعم بيسافروا لبرا، ما حدا عم بيضل عندنا هون. بدل ما يستثمروها بشركات هون باشياء بتفيد البلد يحسنوا الاقتصاد البلد، لا ما في منها. ما بيدعموا، ما بيحضنون، ما بيعطون فرصه. ما في عندنا شيء هون، ما حدا يمولهم، ما حدا هيك يتطرش فيهم، ما في. وحتى هون ما عم ينعطى حقهم، حتى لو ضلوا ما رح ينعطى حقهم. طارق نسب واحد من مئات المبدعين اللي ما لقى محل ببلده، أمر رح يدفعه للبحث عن خيارات بديلة أولا الهجرة وتوظيف اختراعه بالخارج. عروس المصايف علي بتتميز بمقومات اقتصادية وريفية وأيضا سياحية، وبقصد الإضاءة على هالمنطقة وتفعيل دورة نظمت جمعية اليد الخضراء نشاط بالتعاون مع بلديات علي والجوار. شو هو هالنشاط؟ منتابع سوا بهالتقرير. مع استمرار تراجع الاهتمام بالمناطق الريفية وأمام النزف الاقتصادي والتدهور الاجتماعي اللي عم تتعرض له، أطلقت منظمة اليد الخضراء بالتعاون مع المجتمع المحلي مشروع علي الأصيلة، وهو مشروع بيضم بالإضافة للمدينة 20 بلدية مجاورة، وبيهدف لإعادة منطقة علي إلى خريطة السياحة من خلال تحديد نقاط الجذب السياحية والبيئية وخلق مساحة للمنتجين للتعريف عن منتجاتهم وتسويقها. مضافة أنه بخلي كل هالمنتجين الصغار بنص بيوتهم عم بيطلع عم بيخلق لهم فرص عمل، عم نخلق فرص عمل جديدة، عم نخلق إنتاجات جديدة، عم نخلق نحن مفاهيمنا وعاداتنا وتقاليدنا كمان موجودة وعم بتتسوق، وأسلوب عيشنا عم بيتسوق كمان بلبنان كمطرح ديستنيشن، كمطرح ينقصد وجهة مقصودة سياحية تجي الناس عليها، إضافة للوجهة السياحية اللبنانية وعليها آخر النهار 20 دقيقة عن بيروت. الإنماء السياحي تيكون مستدام لازم يطلع من المجتمع المحلي، وإلا رح يوصل لمحل يوقف. إذا المجتمع المحلي منه متبناه، منه مقتنع فيه، ما رح نقدر نوصل لبعيد. المشروع بتتلخص بتعليم المجتمعات المحلية كيفية الاستفادة من مقومات مناطقهم والإضاءة على الإيجابيات وتقديم المقترحات وجذب التمويل، وذلك بالتعاون مع خبراء ومختصين دوليين. أول شيء هذا المشروع جاء نتيجة حاجة لهذه المنطقة للتنمية، تضوي على المشاكل الأساسية على القطاعات المختلفة البيئية السياحية الزراعية، وهي من شأن تعمل حركة اقتصادية لهي المنطقة اللي هي بهاجة لهيك مشاريع. كرئيس بلدية بدي أحكي هون أنه منواجه كتير من المشاكل لما نجي منحط نحن بروبوزل أو اقتراح لمشروع معين، سواء على صعيد اتحاد أو على صعيد بلدية، منواجه الكثير من الصعوبات لتفهم العالم لهالمشروع، وبنفس الوقت منواجه كمان نحن صعوبات تانية بالتنفيذ وبالتمويل. فهيك مؤتمرات وهيك ندوات تستهدف أنه توعي المسؤولين وبنفس الوقت المواطنين. الفكرة للعصعيد المنطقة كتير إيجابية، وكبلديات واتحاد قبلناها بكل إيجابية وعم نساعد بقدر المستطاع على الموضوع. التنمية المستدامة للمناطق الريفية لم تعد مجرد خيار، بل دخلت اليوم بصلب الاهتمامات، وإذا كانت الدولة غايبة عن السمع فما على الجمعيات إلا المبادرة لدعم المجتمعات ومساعدتها على الصمود والتطور.
قبل ما نختم حلقتنا لليوم بنذكر ببعض المحطات، ومثل ما تعودنا سوق الأكل بيعطينا مواعيد من مختلف المناطق اللبنانية. هالمرة الموعد من مدينة صيدا يلي عم تشهد من امبارح واليوم وبكرة على هالسوق يلي بيجمع عدد كبير من المأكولات والثقافات بمكان واحد من الساعة 5 بعد الظهر لغاية الساعة 12 المساء. إلى العروض المسرحية، فبدأت عروض مسرحية 36 عباس شارع حيفا، لا تستمر هالعروض لغاية 15 تشرين الأول على خشبة مسرح المدينة. المسرحية من إخراج جنيد سري الدين والتمثيل لرائدة طه. إذا عم نشوف كنا يمكن مشاهد من عروض المسرحية اللي انطلقت. نعم، ومثل ما بنعرف جاهزة يمكن صارت. أوكي. رائدة طه أصلاً قدمت مسرحية ناجحة كتير، ألا إزيك فاني عالي، من سنة وشوي تقريباً. والحلو أنه دايماً قصصها بيكونوا من الواقع، يعني بتكون قصص حقيقية وبتنقلون على خشبة المسرح. أوكي. نعم، نحن مع هالأخبار الثقافية ممكن وصلنا لختام حلقتنا، والختام مثل العادة مع تقرير رياضي. بكرة أكيد حلقة جديدة بتمام الساعة 7:30، كونوا على الموعد. باي. بوب بيسلي لاعب كرة قدم إنجليزي ومدير رياضي، قضى ما يقارب من 50 سنة مع نادي ليفربول كلاعب وأخصائي علاج طبيعي ومدرب ومدير رياضي. واستنادا على ما أنجزه كمدرب لنادي ليفربول، يعتبر واحد من أعظم مدربي كرة القدم في كل العصور، حيث يعد بالإضافة لكارلو أنشيلوتي المدربين الوحيدين اللي فازوا بكأس دوري أبطال أوروبا 3 مرات. ترعرع بوب بيزلي في مجتمع صغير في مقاطعة دورم، وفي شبابه لعب لفريق بيشوب أوكلاند قبل ما يوقع مع نادي ليفربول في العام 1939. خلال الحرب العالمية الثانية خدم في الجيش البريطاني، ولم يظهر مع ليفربول منذ انضمامه له حتى العام 1946، حيث لعب معهم موسم 1946-1947. وكان بيزلي أحد لاعبي نادي ليفربول اللي فازوا بلقب دوري الدرجة الأولى المرة الأولى منذ 24 سنة. وفي عام 1951 أصبح بيزلي قائدا للفريق وبقي مع ليفربول حتى اعتزاله اللاعب في العام 1954. مكث بيزلي مع ليفربول واستطاع الفوز بدوريين اثنين كمدرب للفريق الرديف، بالإضافة لعمله كأخصائي علاج طبيعي قبل ما يهبط نادي ليفربول إلى دوري الدرجة الثانية. وفي شهر ديسمبر من عام 1959 تم تعيين بيل شانكلي كمدرب لنادي ليفربول، واللي بدوره عين بوب بيزلي للعمل معه كمساعد في الفريق لإدارة التدريب، الذي اشتمل أيضا على جوي فاغان وروبن بينيت. وتحت قيادتهم تحولت حظوظ نادي ليفربول من المنافسة على الصعود لدوري الدرجة الأولى إلى تحقيق البطولات. ففي موسم 1961-1962 تمكن الفريق من العودة إلى دوري الدرجة الأولى، وشغل بيزلي دور هام كمدرب تكتيكي تحت قيادة بيل شانكلي، وفاز الفريق بالعديد من البطولات خلال المواسم 12 اللاحقة. بعام 1974 اعتزل شانكلي من تدريب ليفربول، وتم تعيين بيزلي خلفا له على الرغم من تردده في بداية الأمر، وتابع قيادة فريق ليفربول ونجح في فترة تدريبه أنه يحقق هيمنة محلية وأوروبية لم يسبق لها مثيل، وحقق الفوز ب20 لقب كبير في 9 مواسم، 6 بطولات دوري الدرجة الأولى، وأصبح مسمى ابتداء من العام 1992 الدوري الإنجليزي الممتاز، و3 بطولات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، و6 بطولات درع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، و3 كؤوس دوري أبطال أوروبا، وكأس دوري أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم مرة واحدة، كما فاز بجائزة أفضل مدير فني لكرة القدم في إنجلترا 6 مرات. اعتزل بوب بيزلي من الإدارة التدريبية لفريق ليفربول في العام 1983، وخلفه جو فاغان. توفي بيزلي في عام 1996 بعد معاناة مع مرض الأزهايمر لعدة سنوات.
لعب بوب بيزلي لنادي بيشوب لمدة موسمين قبل ما يوقع مع نادي ليفربول في شهر أيار عام 1939، وذلك بعد أشهر قليلة من عيد ميلاده 20. كان نادي بيشوب واحد من أكبر الفرق التي لا تلعب في الدوري في إنجلترا، وكان بيزلي يصفهم بأنهم ملوك وهواة كرة القدم. في الموسم الثاني لبيزلي مع فريق بيشوب حقق 3 كؤوس من خلال الفوز ببطولة رابطة الشمال وكأس الاتحاد الإنجليزي للهواة وكأس تحدي مقاطعة دورهام. في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة لعب نادي بيشوب في دورهام على ملعب روكر بارك ضد نادي ويلينغتون، وتمكن من هزيمتهم بنتيجة 3-0 بعد الوقت الإضافي. وخلال هذا الموسم اقترب بوب بيزلي من مدرب ليفربول جورج كي، واللي وعده بأنه نادي ليفربول سيوقع معه في نهاية الموسم. كانت مباراة بوب بيزلي الأخيرة مع نادي بيشوب في يوم السبت 6 مايو 1939، وذلك في نهائي كأس تحدي مقاطعة دورهام ضد جنوب تشيلدز، والتي لعبت في ملعب روكر بارك. وفي يوم الاثنين التالي سافر بيزلي بالقطار إلى ليفربول، حيث كان في استقباله في محطة أكشانغ لاعب كرة القدم الاسكتلندي أندي ماكيشغان، يلي رافقوا إلى مقر نادي ليفربول. وبعد وقع بيزلي عقده مع النادي وبدأت مسيرته يلي استمرت نصف قرن، كان التوقيع على مبلغ 25 جنيه سليني مقدم عقد، وكان أجره الأسبوعي 8 جنيهات استرلينية في الموسم، وبلغ 6 جنيهات استرلينية في الأسبوع خلال فصل الصيف. استمر بيزلي في خدمة الفريق كمدير في نادي ليفربول حتى تقاعده في أوائل العام 1992 لأسباب صحية، بعد ما تم تشخيصه طبيا وجد أنه مصاب بمرض الألزهايمر، وهو ما كان واضح في أوائل السبعينيات من القرن الماضي عندما لم يتمكن من تذكر طريق منزله عند عودته من نادي ليفربول. توفي بيزلي في 14 شباط 1996 وهو في سن 77 سنة، وتم تكريمه من قبل نادي ليفربول بافتتاح بوابة بيزلي في أحد المداخل المؤدية إلى ملعب أنفيلد، ودفن في باحة كنيسة بيتر الواقعة في ضاحية ويلتون في ليفربول. I've lived